أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة أحدهم وحطموها في جنوب الخليل. وقال رئيس مجلس قرية سوسة جهاد النواجعة إن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمت الأهالي في قرية سوسيا، حيث تصدى لهم المواطنون وطردوهم. ولمزيد من المعلومات حول الاجتياح البري التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، معنا الآن عبر الهاتف مباشرة من رام الله الأستاذ قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى. بعد التحية أستاذ قدورة، من المتوقع أن نرى المشاهد أعنف في هذه العملية البرية التي تقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي أم ماذا؟ هي ليست مشاهد عنيفة، بل هي مجازر وإبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويعني نابعة من حقد وكراهية وإجرام يعشعش في عقول من يتخذون هذه القرارات. وأيضا عالم متواطئ ظهر بوجهه البشع الحقيقي ككثير من الدول، وتحديدا الولايات المتحدة وأوروبا، الذين ظهروا كقوى استعمارية تستند في بناء سياساتها على مصالحها وعلى رغبتها في أن تحكم سيطرتها على منطقتنا العربية من خلال هذا الدعم اللامحدود لإسرائيل، وهي تقترف هذه الجريمة العصر. نعم. جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب. لكن أستاذ قدورة، في الأيام الماضية كنا نتوقع أو نستطيع أن نتجهم أن يكون هناك هدنة ومفاوضات من أجل تبادل الأسرى في كلا الجانبين، لكن بعد هذه العملية البرية والاجتياح البري من قوات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، هل هذا يعني أنها لا تأبه بوجود الأسرى لدى قطاع غزة؟ يعني هناك تيارات في إسرائيل وهناك منهجين، يعني هناك من دعا إلى بلورة صفقة التبادل حتى شاملة وليس فقط إنسانية، ثم بعد ذلك ليحارب من يحارب وفقا لرأيهم، وهناك من يرى أن إسرائيل تحتاج إلى انتصار أيا كان نوعها، ويشعرون بإحباط عميق نتيجة معرفتهم أن لا انتصار في غزة،
لذلك يستعيدون عن الانتصار بمزيد من الدم المراق لأبرياء، لرضع، لأطفال، لنساء، لشيوخ، لمرضى. يهاجمون المستشفيات، يعني هذه السياسة العمياء الإجرامية التي يقومون بها. هي إنما يعني نعم نحن نتعلم، ولكن إنما تعكس مستوى التخبط الذي وصلته دولة الاحتلال، ونظرا لعدم وجود كوابح دولية تكبح جماحها وهي تنفذ يعني هذه المجازر الآثمة. هذا يشجع هؤلاء القادة القتلة، يشجعهم على مزيد من القتل ومزيد من المذابح. لكن هناك انقسام هذه الأيام داخل الشارع في دولة الاحتلال، كما قلنا هناك من يتظاهر من أجل هؤلاء الأسرى الموجودين، الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة. هل من الممكن أن تشكل هذه المظاهرات وهذا الانقسام داخل دولة الاحتلال ورقة ضغط على إدارة القوات الاحتلال حتى تقف أو تقوم بهدنة مع الجانب الفلسطيني؟ يعني المفروض نعم أن تؤثر، ولكن يعني صوت الحقد والكراهية والفاشية والعنصرية والعدوان يبدو أنه أعلى من صوت عائلات المأسورين لدى المقاومة. صوت طبول الحرب واضح أنه أعلى ويطغى على أي أصوات أخرى، بدأ خلال الأيام الماضية كما لو كان أن هناك يعني من يتعاطى مع المعطيات بمنطق الحكمة والعقل، ولكن تطورات الساعات الأخيرة يعني أكدت مرة أخرى أن كل الذي تريد إسرائيل، كل الذي تريده إسرائيل هو الانتقام، والانتقام فقط. يعني القتل لأجله والعدوان لأجله، وليس وهم يعلمون أن لا أهداف استراتيجية لهم يمكن أن يحققوها سوى أنهم يقتلون الأبرياء. نعم، ولهذا نرى المشاهد الدموية الكبيرة في ردة فعل الجانب الإسرائيلي في هذه العملية الأخيرة. طيب نعم، بكل تأكيد، وأعتقد أنه آن الأوان لكي يرتفع صوتا عربيا وموقفا عربيا حازما لوقف هذه المجازر التي يتعرض لها شعبنا. أستاذ قدورة، في أحداث 7 أكتوبر الماضية الجماعات الجهادية استولت على مواقع عسكرية هامة في الجانب الإسرائيلي وأسروا العديد من القيادات، وكانت لديهم وثائق ومخططات لمثل هذه العملية البرية. وهناك من يقول أن هناك تشوش في المعلومات لدى الجانب الإسرائيلي بعد غياب كل هذه العناصر. نتائج هذا التشوش وانعكاسه على هذه العملية البرية من قبل قوات الاحتلال على غزة، وانعكاسه أيضا على أهل غزة. يعني ربما يكون هذا صحيح جزئيا، ولكن يعني إسرائيل يعني مضطربة ومرتبكة ليس فقط بسبب الوثائق، ولكن بسبب معرفتها أن الانتصار يعني يمكن أن تحققه، وأنها في هذه الحرب البرية ستتكبد خسائر فادحة، وربما تكون يعني الهزيمة رقم 2 لإسرائيل في هذه الجولة هي نتيجة يعني نتيجة حماقتهم وارتكابهم لهذا الخطأ الفظيع الذي قادهم للدخول بريا إلى غزة، لأن غزة لن تكون نزهة يعني، والشعب الفلسطيني ظهره للجدار للحائط، ليس أمامه سوى أن يواجه هذا العدوان. أستاذ قدورة، كنا نرى أو نعول على أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه القضية تحديدا، وتجاه جرائم الحرب التي يرتكبها قوات الاحتلال في غزة في الأيام الماضية، لكن نرى ازدواجية المعايير في هذه القضية، كيف ترى ذلك؟ يعني نحن شعب مصاب بخيبة أمل تاريخية من المجتمع الدولي، وبالتالي بالنسبة لنا لا جديد، لم يجددوا، الجديد فقط أنهم ظهروا بوجههم القبيح من خلال هذا الدعم الغير محدود وهذا الطول الأخضر المفتوح لإسرائيل لكي تقترف كل هذه الجرائم. الآن يعني كانوا في الماضي يستطيعوا أن يتنصلوا من مسؤوليتهم عن هذه الجرائم، ولكن الآن هم شركاء بشراكة كاملة مع الاحتلال في كل جريمة يقترفها
في غزة، لأنه بدون هذا الضوء الأخضر الذي حصلت عليه دولة الاحتلال ما كانت ستذهب بعيدا في حربها ضد الشعب الفلسطيني وحربها ضد الأبرياء والعزل. هذه وصمة عار في جبين الإنسانية، وصمة عار في جبين الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الذين تسابقوا ليؤدوا يمين الولاء والطاعة ولكي يعبروا عن موقفهم الذي يسمح لإسرائيل بأن تدافع عن نفسها. إسرائيل تدافع عن نفسها من خلال قتل يعني ما يزيد عن يعني يقترب العدد من 8,000، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. يعني هذه ستكون فضيحة القرن، وهذا العار الذي سيكلل كل الذين تواطؤوا ودعموا دولة الاحتلال في جريمتها الكبرى هذه. منذ قليل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الاحتلال ستوسع من عملياتها البرية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. تحليلك لهذا التصريح؟ يعني هم يريدون أن يبحثوا عن مبررات أخلاقية لحرب لا غير أخلاقية. والمبرر الأخلاقي الذي يتحدث عنه أنه يعني أمن إسرائيل. أمن إسرائيل لا يتحقق إلا من خلال اعترافها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته. لن تستطيع إسرائيل أن تحقق أمنا طالما ما زالت ممعنة ومستمرة في احتلالها للأراضي الفلسطينية وإدارتها، يعني إدارة ظهرها للعملية السياسية التي سحقتها نتيجة حالة العمل التي عاشتها إسرائيل، وظنت أن بوسعها أن تطوع الشعب الفلسطيني ومن خلال تجاهلها المستمر لحقوقنا الوطنية. لذلك الذي يبحث عن أمن يجب أن ينهي احتلاله أولا، وحينها يتحقق الأمن. وقلنا منذ سنين طويلة أن اليوم الأول للسلام هو اليوم الأخير للاحتلال. نعم. إذا ما رحل هذا الاحتلال سيتحقق السلام. أكيد. برأيك أستاذ قدورة، بعد المجازر الأخيرة التي شهدناها في قطاع غزة ومدى غضب الشعب الفلسطيني من جراء هذه المجازر التي يرتكبوها في حقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، هل من الممكن أن تكون هذه العملية البرية سهلة على قوات الاحتلال في الدخول إلى غزة؟ بكل تأكيد هم يعرفون وما كانوا سيترددون لثلاثة أسابيع متتالية قبل الإقدام على هذه الخطوة الإجرامية. هم يعلموا ماذا ينتظرهم هناك، وبالتالي يعني هذا الخيار خيارهم بالهجوم على غزة يعني هو خيار، لأنها يعني حين فقدنا الاتصال مع أستاذ قدورة، لكن نشكرك على أي حال. كنت معنا من رام الله أستاذ قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى في فلسطين.